أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني، ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نبي الله سليمان انشغل ذات يوم وهو ينظر إلى ما أنعم الله عليه به من مال في تلك الخيل الصافنات، فشغله النظر إلى خيره وماله عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب، فغضب وحزن أن يشغل عن عبادة ربه وطاعته، فأمر بالخيل فأعيدت، فمسح على سوقها وأعناقها، قيل أنه ذبحها ووزعها صدقة، وقيل أنه أوقفها في سبيل الله. لكن هذا النبي الكريم أيها الأحبة لما وجد شيئا يشغله عن ربه وحبيبه ومولاه ترك ذلك الشيء لله عز وجل. المحب لا ينشغل عن حبيبه، المعبود لا ينشغل عن خالقه ومولاه المتفضل عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، احذر أن يشغلك شيء في الدنيا عن ربك، فإن مردك إلى الله ووقوفك بين يدي الله، وكل لحظة في الدنيا تبتعد فيها عن طاعة ربك هي حسرة عليك يوم القيامة. ما جلس قوم مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وحسرة ندامة يوم القيامة. فهم هذا المعنى أصحاب القلوب النقية التقية، فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يطبقوه في كل نفس من أنفاسهم، مع أنه لا بد للإنسان من متاع في الدنيا. يجيء حنظلة ابن أبي عامر إلى أبي بكر الصديق يقول: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الآخرة والجنة والنار حتى كأننا نراها، فإذا انقلبنا إلى أهلنا فعافسنا الذراري والنساء ذهب ما نجد. قال أبو بكر: والله ونافق أبو بكر. هلم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا إلى النبي يشتكون إليه ما يجدون، ويدعون أنهم نافقوا يوم أن غفلوا في لحظات من حياتهم عن الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. إذن المؤمن يعيش مع ربه ومولاه، يلتمس كل لحظة ليخلو بها مع ربه ومولاه، يقرأ كتاب الله، يذكر الله، يتصدق، يصلي، يصوم، يسابق ويسارع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فلا يفرط لحظة من اللحظات ولا يشغله شيء عن ربه ومولاه. وكلما ازداد العبد في مراتب العلو والمكانة عند ربه ومولاه كان الله عز وجل جاعلا كل شيء في حياته لله عز وجل، ولا يشغله شيء عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام، بلغ منزلة الخلة، رزقه الله عز وجل بإسماعيل بعد أن بلغ من الكبر عتيا، فتعلق قلبه بهذا الصغير الأول في حياته
الذي جاء بعد فترة طويلة، فأراد الله عز وجل أن يصفي ويخلص قلب إبراهيم لربه لأنه خليل الرحمن، فأمره أن يذبح ابنه. والله إنه ابتلاء عظيم أن يذبح ابنه، لكنه استجاب لأمر ربه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نجح إبراهيم في هذا الابتلاء وهذا الامتحان، وأعلن أن كل شيء في الدنيا لله رب العالمين، وأنه لا يمكن أن يشغله شيء عن ربه وعن مولاه وعن خالقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الخلاء، فإذا دخل إلى الخلاء أمسك عن الذكر والعبادة، فإذا خرج قال غفرانك، يستغفر الله من تلك اللحظات التي لم يزد فيها اجتهادا لربه ومولاه. إذن أحبتي، كن مع الله دائما وأبدا لتعيش سعيدا قريبا إلى ربك ومولاك، فالمحب لا ينشغل عن حبيبه. أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي.